مرحبا بك ماجي حسن، اهلا وسهلا. اسئله في الاقتصاد في اختصاص رئيس الجمهوريه. مرحبا سي ناجي. اخي مش كان جي النيفر كل نهار واحد؟ كل نهار واحد. بدلته كل نهار واحد؟ لا ما بدلناش، كل نهار واحد. كل نهار واحد. في المعهد اصدرت مدونه الاصلاحات الاستراتيجيه الكبرى اللي تعتبر عمل قيم، معناها فيه العديد من النقاط وفيها رؤيه وطرح جديد للتعامل مع الاصلاحات الاستراتيجيه. وحتى في المقدمه نتاعو قلت اللي معناها هذا باش يساهم باش ينير اصحاب القرار وباش ينير ايضا المواطنين. في قراءتك انت الى دور رئيس الجمهوريه في تعامله مع الاصلاحات، هل رئيس الجمهوريه عنده فقط دور انه لما تكون هناك ازمه وتعثر في اصلاحات لازم يتدخل، والا ينجم حتى يقدم طرح جديد واللي ممكن يعمل احراج للحكومه في تعاملها وتطبيقها للاصلاحات؟ لا، شوف، هو المدونه هذيك كيف كيف نرجعوا ساهموا فيها خبراء توانسه وما عندهمش بالضروره نفس التوجه الفكري، فما الليبرالي واليساري وكل، اما هي محاوله. ويضر عندك الفصل الاقتصادي اللي عمله سي صفوان بن عيسى، ما عندكش انت، عندك انا ذيك. عندي ليخ. ثم عادي فصل سي بون. حاولنا. حتى وين ثم على الاقتصاد؟ لان شوف احنا، انا نؤمن بضروره الاصلاح. سو بيي ا بوزوان دو ريفورم. واحنا تاريخنا اصلاحي من الحركه الاصلاحيه، والبلاد هذه تقدم بالاصلاحات. يفو دو ريفورم. والرئيس، انا بالنسبه لي انا رئيس الجمهوريه في تصوري، حتى كي تقرا الدستور قراءة اكستنسيف، مش لازم تقراها قراءة حرفية، قراءة اكستنسيف. رئيس الجمهورية هو رجل الاستشراف، هو اللي يعمل، يطرح المستقبل، يعطي المستقبل، يوري المستقبل. سينيك اللي نحبه أنا برشا يقول با دو فان فافورابل بور سلوي كو كوني با سون بور، ألا ما يعرفش روحه، لا أنا بورت ماشي نتا سفاقس ولا نتا المهدية ولا مسالي انا ما فيهاش برط على غالب، فهمت؟ يقعد يدور يخرج بحر. احنا جينا امبريسيون في البلاد هذي عندنا 8 سنين نحكيو على الاصلاحات وما حناش نعملوا فيها. الور كو سو بي ا بوزوان دو ريفورم ريال، ما عادش نطولوا. يا ودي شوف، انا في الصباح جاب حدايا سي بونجي صفرة ورجل نعشق والكل، بدا يحكي لي على مشكل الدخان. والله هبني، قال لي فما 7000 نوع رخصة تاع الدخان في تونس، ولا عندهم الرخص، مش هما اللي يبيعوا، فهمت؟ ياخذوا المرج نتاعهم وبيعوهم للحماسه. على ذكر وقال لي الحماس يدفع 200 دينار 200 دينار في العام. خلينا معناها الور اون بلوس قادر. شفت شنو البلاد اللي عندها المونوبول تاع الدخان؟ احنا كوريا الشماليه. سو بيي ا بوزوان دو ترانسفورمي اي سي بوزوان، سامحني عايشك، سو بيي ا بوزوان دو كاسي تو لو مونوبول، تو لو مونوبول. منهم شوف في البلاد هذه ايش عندنا؟ عندنا اقتصادنا ان تيير ليتاتيك وان تيير لفورميل وان تيير لانفورميل. اخي الفورميل ما فيهوش دي مونوبول، ما فيهوش كيما يقول ماكس فيبر دي فامي باتريسيانا، ما فيهمش ناس شاده لو مارشي وما تخليش الشباب يجي للمارشي. يفو كاسي المونوبول. وعلى ذكر على ذكر لي مونوبول، في الصفحة 8 من المدونة ذكرت، معناها وقع ذكر، ما ذكرتش انا، ذكر الاكسبير، الاكسبير ذكر، لكن فيها أول مرة يقع الطرح أنه الاتفاق اللي عن تونس مع صندوق النقد الدولي، واللي ومنها هي الإصلاحات اللي يجب نقوم بها، منها إصلاح البنوك، منها إصلاح القطاع نتاع وكالة التبغ والوقيد وشركة الخطوط الجوية التونسية. وفي الصفحة 19 معناها ما تجبد على فتح رؤوس اموال العامه للقطاع الخاص، اللي هي حتى اليوم ذكرها رئيس الحكومه في الحوار نتاعو، اللي هو لازم نكسروا المونوبول، ما عادش نستحقوا اللي تبقى معناها الدخان في يد في يد القطاع العام. حابين وهوني ايضا ثم اشاره حتى الى انه في قطاع الكهرباء والغاز ممكن الدوله تبقى هي اللي عندها التحكم، لكن فتح راس المال للقطاع الخاص. حبيت نعرف موقفك من ما هو مكتوب في المدونه هذه. ياسر سلتي، اولا ما خرجتش انا، المعهد خرج تحت اشرافي. ما رايك؟ ما رايك؟ استنى، مع سي حبيب الكراولي، وتعرفوا الخدمه موجوده وخدمه ممتازه. احنا ما عندناش بنك كبير من الكفاءات اللي عندنا حبيب كراولي ينجم يدخل لافريقيا، وذاك علاش عندنا مشكله في افريقيا، وعندنا تشتت بنكي، وعندنا بنوك كلها تبيع في الميم برودوي،
ما فماش تنوع في البرودوي حسب غلط تقول لي. السؤال هو على فتح راس مال مؤسسات العموميه للقطاع الخاص. للقطاع الخاص سي نورمال، تخلي الليتا هو الماجوريتير برينسيبال وتدخل واحد حتى في القطاعات اللي هي فيها مونوبول نتاع دوله، ولا في القطاعات كيما الا فيها معناها تكون ثم جدوى اقتصاديه، وهذا باش يقع باش يولي ثم هناك. انا والله حسب خطوط شفت حمراء تعرفني معناها ساعات نضعف في الاقتصاد. شفت انا المنشآت العموميه بما فيها التليكوم امورها ولا تعبه ماديا معناها يعني. فهمت؟ والدوله تمول فيهم نورمال، الدوله تطول في قطاع الفوسفات. مره فاتت خداو كريدي باش يخلصوا شهريات، سي نورمال. سا انا شفت حتى التليكوم اللي كانت اموره واضحه مع خصوصة الفوسفات. سينجي مع خصوصة الفوسفات؟ لا مش مع، انا شوف مع التأميم الثروات الطبيعيه. ما معنى تأميم؟ بترول لازم يتأمم. ما معنى تأميم؟ يولي ملك الدوله وتنتج الدوله، تنتج الدوله والدوله تعمل اكسبلوراسيون تحفر بيان سور، والدوله تطبق طرق لاجستيون موديرن وتحفر معناها اكسبلوراسيون. اشبه اشبه حفران و اشبه سامحني اي دي اف انترناسيونال تخدم في افريقيا وتفك في مارشيات لي دي اف ستيك انترناسيونال وتفك مارشيات لي دي اف اللي بون اليد مش على خاطرها اتاتيك كلمه لسان. اسكو يلزم انا تونسي ولا انت تونسي تدفع ضريبه سامحني اي دي اف تصرف المنشات العموميه؟ اي دي اف عموميه؟ اديف عموميه اديف لورجين عموميه بيان سور، لكن فيها اديف تصرف عمومي تصرف خاص دخل الكابيتال الخاص. انا مانيش ضد دخول معناها الراس مال الخاص بنسبه معينه في المنشات العموميه. لكن هوني تحب تامم مع الاتحاد؟ لا سامحني، من هوني تحب تامم ومن هوني فما فرق ما بين الثروات الطبيعيه اللي هي ملك للشعب التونسي واليوم كما البترول كما الغاز كما الفوسفات، وما فرق ما بين المنشات العموميه. سي ديفيرون، السؤال اللي حاب نطرحه زاد ايضا على لما في الفصل نتاع الاقتصاد الموازي والتعامل مع لوبيات التهريب والناس الكناتريه الكبار، معناها ثم الطرح اللي هو يجب ان الدوله تتعامل معاهم قضائيا وايضا تتحاور معاهم لادخالهم للقطاع المهيكل. هل معناها هذا الطرح تتبناه سي ناجي؟ شوف فما انا مره قريت رابور ما عرفش صحيح ولا غلط، قال 12 صراف في حجم بنك لو كان يقع اقناعهم اذا بالتحول الى بنك واللي هو بنك بوركو با ونسمحوهم في القديم. انا مع شوف انا شوف انا بصراحه ونقولها وربما برشا عباد تعجبش، انا مع عفو جبائي مع عفو على الصرف ومع عفو سياسي ومع العفو لتصوره الكل الا تتصوروا الكل اي ريموتون لو بي ان مارش بيان سور. ثم برشا انواع اليوم. انا بالنسبه لي انا لو كان الاموال الطائله الا موجوده في السكوات تدخل دون لي سيركوي بوركوا با، لان مش قاعد تدخل في السيركوي لان ليجيسلاسيون نتاعنا على الصرف مازالت سوفيتيه وقديمه برشا. جبت على مشروع نتاع قانون تحب تتبناه اللي هو يهم القروض البنكيه، ممكن تقدم هنا شويه شنو الخطوط العريضه نتاعو؟ لانه كما تعرف القطاع البنكي قطاع تنافسي والبنوك عندها اليات لتقييم المخاطر نتاعها، واللي هي معناها حتى مراقبه الاليات مراقبه المخاطر من خصوص معناها من صلاحيات البنك المركزي. معناها كيفاش تصورك القانون هنا تحب تبنيه؟ ليه انا معناها ربما معناها جي ان بروبليم لا، اما انا فما حوايج في البنك قلقتني. قلت لك قال هم البنوك يبيعون الميم برودوي، كلهم الميم برودوي، معناها بنك هذه والبنك هذه والبنك هذه يبيعوا في نفس السلعه واكثرهم بنوك. علاش يبيعوا في نفس السلعه؟ ما ثماش ديفيرسيتي دو برودوي بانكير، ما تحس بريسك اوني ان سيتواسيون دو مونوبول بريسك. وانا بالنسبه لي انا راهو البلاد هذه احد كوارث هو لي مونوبول. حتى في ال نعطيك ان اكزامبل، انا كنت في فرنسا دانيرمون، عندي بنت صديق جات في الكوفواتيراج. لا سامحني برشا جات احنا في تونس انتردي الكوفواتيراج اللي هو ثم دي مونوبول في البلاد هذه.
معناها اللي قلقني انا في السير بانكير اللي ثم التشتت والمونوبول ديفيرسيتي دي برودوي. بزاف فما سؤال سي ماجد حسن. السؤال اللي حاب نطرحه اللي هو يهم خاصه تصورك الان معناها وقت ترأست المعهد دراسات استراتيجيه وكنت تكون رئيس جمهوريه، هل مع التنوع الموجود في المعاهد اللي تقوم الان بالدراسات لحساب الدوله، ثم ليتساك، ثم الكونسيل جناليز ايكونوميك، ثم المعهد الدبلوماسي، معناها شنو التصور وشنو الرؤيه اللي باش تعطيها لليتاس خاصه من البعد الاقتصادي نتاعها؟ والله شوف قلت لك انا الحاجه ربما لا ربحتها في المعهد طول دراسات استراتيجيه، زرت برشا بلدان، مشيت روسيا، مشيت اليابان، مشيت للصين. في اليابان تعجبت من كثرة مراكز الدراسات الاستراتيجية، سي نورمال، بالعكس معناها احنا تعاملنا مع المعهد نتاعكم، تعاملوا مع برشا معاهد، مع برشا مؤسسات تونسية وخارجية. راهو شوف البحث ما نجم يكون كان ديفرسيفي، وتعدد الآراء يكون كان معناها إيجابي. اليوم أنت معناها في بعض الجامعات الأوروبية معناها يفرضوا أن 30% من الطلبة والأسادة يكونوا من الأجانب. ثم بتجارب مختلفة وتعد تجارب ما يكون كان نافعة، أما في الأخر لازم نتعلموا ونسمعوا بعضنا، نسمعوا بعض. شوف جلال الدين الرومي تسمع به أنت، جلال الدين الرومي يحكي طولت شوية هذه كمان هي وفي الوقت ما تحبش تسمع جلال الدين الرومي في جملة تعمل زي سي 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 جلال الدين الرومي خاطر لو جايك بتاع جلال الدين الرومي بالذات لا 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 هو بيتو إيه نعرفه نعرفه يخدم على واحد أو زيك شنو في عيسى هو بيتو قال ثم أربع عباد، واحد عربي واحد فارسي والكل قاو دينا تعاركوا، واحد قاعد يشتري بيه عنب واحد قاعد يشتري بيه ريزان، قال لهم راكم تحكيوا نفس اللغة، ما تحكيوا تحبوا نفس الحاجة، ما تكلموش نفس اللغة، وقت الناس تولي تحب نفس الحاجة وتفهم بعضها شكرا تحسن الأمور. شكرا لك ماجد حسن، بارك الله فيك على المعهد العربي لرؤساء المؤسسة، شكرا شكرا, شكرا جزيلا.